السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي بتاريخ ايه؟ بتاريخ 29 ابريل. 20 ابريل ده تاريخ الفيديو بتاعك يا برج الجدي. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. يجعل ايامك الفتره اللي جايه فيها اخبار حلوه وفي طاقة إيجابية بإذن الله. بس أهم قبل ما نبدأ يا برج الجدي، لازم تضغط فليك للفيديو وتوصله لأكبر عدد من المشاهدة علشان يعني تكون أنت فاعل خير أو حد يتفرج عليه فيفرح إن شاء الله. بإذن الله يكون في طاقة إيجابية، وفيديوهينا كل النهاردة هيكون للطاقة الإيجابية، ونشوف مع بعض إيه أخبارك. أول حاجة أنتوا هنا الفترة دي مبسوطين جدا، أو هيكون في قعدة انبساط. أنتوا ربنا ناجاكم او خرجكم من ظلم، خرجكم من اذى كان متوزع عليكم من ناس مقربة، فبدأتوا ان انتوا تعفروا وتشوفوا نجاحكم الفترة دي. كمان انتوا عندكم في حاجة ما تمتش، حاجة ما حصلتش، يعني انتوا كنتوا بتعفروا من اجلها وما كملتش، ودي حاجة طبعا تعباكم جدا. العين عليكم مخلياكم دايما في حسد، مخلياكم دايما في طاقة سلبية مؤثرة عليكم. في حاجة هتنفجر، دماغكم هتنفجر من كتر الصداع، تفكير رهيب طول الوقت. عندكم فك قرب الفترة دي، بس في حد عندكم يعني حد من الاهل بيتدخل في خصوصياتكم، حد بيتدخل في خصوصياتكم بيخليكم ما عارفينش تختاروا، ما عارفينش تعملوا اي حاجة. بس عشان كده انتوا باذن الله هيكون عندكم فك قرب، وفك القرب ده هيكون كويس جدا علشان هتحسوا ان الفك ده جاي من عند ربنا من بعد الظلم. او فك الكرب ده ممكن يكون مشكلة هتتحل او حاجة انتوا هتحلوها بنفسكم، الله اعلم. الماديات في الطاقة عالية عندكم، الماديات بدأت تتحسن، الماديات عندكم بدأ يبقى فيها أمور هتتظبط. عندكم ورقة هتمضوها على خير، ورقة هتتم، ورقة هتلاقوها. من ناحية الورق فيه أمور عندكم وهيبقى فيه تحسن حلو. انتوا كمان عندكم دراسة الفترة دي، عندكم حاجة ممكن تكون حسابات، ممكن تكون تغيير في كذا حاجة. دايما ربنا عالم بيكم، عشان كده دايما مديكم النجاح في كل طريقكم. كمان الفترة دي هتحاولوا بقدر المستطاع ان انتوا توصلوا للهدف بتاعكم اللي انتوا فيه. مظلومين وقلبكم مظلوم جدا من ناس موجودة في حياتكم. عندكم اكتر من حاجة مستجابة الفترة اللي جاية وهتكون فيها خير. دايما في اصعب حالاتكم بتدعوا ربنا. انتوا مريتوا فترة صعبة في حياتكم ملقيتوش حد واقف معاكم، والامر ده خلاكم انتوا تتخطوا ناس كتيرة جدا، وهتشوفوا قد ايه عوض ربنا عليكم. كمان انتوا هنا في شخص، الشخص ده انتوا بتقولوا عليه سند، بس هو ما بقيش سند وفعلا انسحب من حياتكم وظلمكم في حاجات كتيرة جدا. قلبكم مكسور وما عادش عندكم طاقة، وحالتكم النفسية بقت صعبة من كتر اللي انتوا شايفينه حواليكم. الطاقة بتاعتكم هتكون خير بإذن الله، وهتكون طاقة إيجابية بفضل ربنا. كمان انتوا هنا قلبكم طيب جدا، ومن طيبة قلبكم دي بتتخطوا اي مشاكل في حياتكم، او بتتخطوا اي امور فيها عراقيل عندكم. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا في حاجة افتقدتوها. الحاجة اللي افتقدتوها دي ممكن تكون ما تمتش ليك طبعا، وفضلتوا متعذبين فترة، فعشان كده الفترة اللي جاية بدأت الدنيا تتظبط. في اهل ظالمينكم، او اهل الشريك ظالمكم، حد من الاهل اللي كنتوا بتاكلوا معاهم في يوم عيش وملح اتظلمتوا. في رزق حلو جدا انتوا بتتمنوه الفترة اللي جاية دي، رزق انتوا مستنيينه ورزق انتوا حابينه. في رزق حلو جدا جاي لكم ولم شمل باذن الله الفتره اللي جايه، وهيبقى في تواصل مع حد كده عالي، او هيبقى في لقاء حلو. كمان انتوا هنا يعني على قد الوجع اللي جواكم، على قد ما هيكون في فرحه. في حاجه من برج الجدي كان بينكم، وفي يعني انتوا واثقين فيه او بتحبوه، في بينكم مشاكل اليومين دول. هو في زواج عندكم الفترة اللي جاية، او في طاقة ايجابية باذن الله.
في ممكن يكون الزواج ده لا اما ليكم لا اما لحد. برضو في خطوبة، والخطوبة دي ممكن تكون جواز هيكمل على خير بإذن الله. انتوا طالعين من مكان لمكان وهيبقى في طاقة إيجابية، خصوصا الفترة دي هيبقى في أمور تجديد لحياتكم، تجديد في أمور كثيرة جدا. عندكم ست كبيرة بتعمل أعمال شيطانية، والست دي مش كويسة، حقودة وغيارة. بينك وما بين الشريك الفترة دي من اكتر الفترات اللي هو متقلب المزاج بينكم وما بين بعض. انتوا قدمتوا كتير جدا للشريك والحد، وما زال لحد الان مش فاهمين الشريك، لحد الان مش عارفين الشريك عايز ايه او هيرسى على ايه، بس انتوا عمالين تتكلموا معاه. كمان عندكم 3 ايام هتخرجوا من حاجة، هيبقى في عزومة حلوة، وهتحاولوا في حاجة يعني هتحاولوا تاني في حاجة انتوا فشلتوا فيها اكتر من مرة، مازال هتحاولوا، علشان انتوا فعلا لما بتحبوا حد او لما بتحصل حاجة هتتم على خير، فما تقلقوش. شوف الحاجة اللي انتوا ما توفقتوش عليها في يوم من الايام، فالفترة دي هتكون امور تجديد ليكم وامور خروج من اي حاجة أذياكم. انتوا حاطين حاجة في بالكم، عندكم بنت بسبب حد من أعمال شيطانية بعدت عنكم، بسبب حد أذاكم بعدت عنكم. في ناس فعلا حقودة، فخلوا بالكم. انتوا هنا منتظرين خبر تعيين، منتظرين خبر شغل، خبر يرد عليكم في حياتكم، حاجات أكتر من حاجة. كمان انتوا هنا عندكم نهي، انتوا بتنهوا علاقة، بتنهوا موضوع، في حاجة انتوا اليومين دول حرفيا بتنهوها او بتفكروا فيها كتير. انتوا دايما راضيين او دايما بتأمنوا جدا بالدعاء بتاع ربنا، بس في حاجة بتحبوها قوي ومش عارفين تحصلوا عليها. حد باعكم وما طلعش زي ما هو كان بيقول لكم، في تغيرات حلوة. الفترة الحلوة دي فيها تغيرات، والتغيرات دي هتكونوا انتوا مستنيينها بقالكم مدة. انتوا بقالكم فترة فعلا في طبطبة مش من حد خالص، مش لاقيين الطبطبة، فعشان كده هيكون في تحسن حلو في شخص عندكم. احسن حاجة ان انتوا خرجتوه من حياتكم، علشان انتوا دخلتوا في حاجة غلط. يعني انتوا ممكن تكونوا حاولتوا توصلوا لحد ومعرفتوش، حاولتوا تعملوا حاجة ومعرفتوش، حاولتوا يعني في حاجات عندكم حاولتوا تعملوها وفشلتوا فيها، فعشان كده انتوا نفسكم اتسدت من حد، او بمعنى اصح مش عايزين حد. في امور عندكم فشلت، في امور عندكم تعبتكم، الله اعلم. فانتوا الفترة دي زي ما قلت لكم كده في حد كان بيسبب لكم ازمة كبيرة، هتخرجوا من حياتكم وهتكونوا مبسوطين جدا. انتوا هنا في حد بتحبوا تسمعوا كلامه، في حد بترتاحوا له جدا، بتحبوا تشوفوه في كل حاجة، فانتوا قررتوا انه فعلا انتوا لازم يطلع الشخص ده بكل ما عندكم. طيب مين اللي دخلت بيتكم غدرت بيكم وصدمتكم وما توقعتوش منها اللي هي الحاجة دي، او ما توقعتوش ان ردة الفعل تكون منهم دي؟ طيب انتوا عايزين تسيبوا شغل، او في حد عايز يخليكم تسيبوا الشغل، عشان كده نفسيتكم تعبانة، نفسيتكم فيها قلق. عندكم علاقة مع برج الحوت، في زواج هيكمل على خير بإذن الله، او في امور هتخص برج الحوت الفترة اللي جاية هتكمل على خير في حد في حياتكم. انتوا محتارين في نقلة مشروع، او محتارين في تخرجوا من بيتكم، يعني في حيرة عندكم في اكتر من حاجة. في سفر خارج البلد ليكم، بس الامكانيات بتاعتكم مش قوي، بس في سفر عندكم الفترة اللي جاية. طيب انتوا ممكن تكونوا منفصلين بينكم وبين الشريك من مدة، او حاليا منفصلين. في ناس بتفكر في الرجوع، يعني عايزين يرجعوا، عايزين يلموا اطفالهم حواليهم، عايزين ان هم يبقى ما يحصلش فيهم نفس اللي بيحصل في الناس،
عايزين يكونوا مميزين اكتر من حاجة عندكم انتوا بتفكروا فيها الفترة دي وعايزين تفعلوها، بس في طاقات تردد وطاقات حاجات بترجعكم لورا بشكل كبير او بشكل متردد. فعشان كده دايما يعني رامين حملكم على الله، دايما بتقول يا رب احنا لينا رب كريم وطول ما دام انت موجود احنا مش هنشيل هم اي حاجة في الدنيا، بس فعلا احنا محتاجين ان انت تنصرنا على من عادانا وتكرمنا من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية. طيب البعض منكم ممكن يكون عنده شوية مشاحنات جوه قلبه، شوية يعني امور مضايقاه، في شوية حاجات خانقاه. عندكم الحياة العاطفية هتتحسن الفترة اللي جاية بشكل حلو جدا، وهيبقى في رجوع ممتاز، بس دايما قلبكم بياكل، يعني قلبكم موجوع. عندكم فتح اسمه حلو جدا، فتح نصيب ليكم مع شخص مناسب جدا في حياتكم، هيبقى في تواصل حلو. كمان انتوا هنا في طريق مفتوح والطريق ده هيكون حلو جدا، بس انتوا عندكم اختلاف بينكم وبين حد في جنسية، في بلد، في حاجة، الله اعلم، بس في اختلاف بينكم وما بين حد، والحد ده انتوا عايزين تتكلموا معاه او تعملوا حاجة اكتر. كمان الفترة دي من اكتر الفترات اللي انتوا بتختاروا بعقلكم، ما بقيتوش تختاروا بالقلب زي الاول. في حمل عندكم الفترة اللي جاية هيبقى في فتح اسمة حمل كبيرة جدا، فياريت تخلوا بالكم من النقطة دي وتحاولوا ان انتوا يعني ايه تستفادوا بأي حاجة الفترة اللي جاية. هتكون يعني هيكون عندكم فتح اسم، عندكم شغل جديد، عندكم اختيار حلو، بس دايما اقول لكم اختاروا بالعقل ما تختاروش بالقلب، علشان خاطر انتوا طيبين جدا والناس بتعرف تكسبكم من ناحية الحب، من ناحية العاطفة، فانتوا لازم تتعاملوا بالعقل الفترة دي اكتر. علاقتكم العاطفية بالشريك دايما فيها كده روح، دايما فيها كده حاجة غريبة، حاجة مختلفة، في علامة استفهام على سؤال عندكم، في اختيار حلو على حياتكم الفترة اللي جاية. كمان انتوا الفترة اللي جاية دي هيبقى في تحسن، في تحسن حاجات كتيرة جدا. في حاجة هنا انت عمال حد عمال تدعم فيه، والحد ده بالفعل هو واقف في صالحك، بس انتوا مش عارفين توصلوا للهدف بتاعكم، مش عارفين توصلوا للامور اللي عندكم. انتوا دخلتوا في اكتر من علاقة خاطئة، البعض منكم ممكن يكون عنده اكتر من علاقة عاطفية وفشل، مفيش استكمال كان في العاطفة، بسبب انه دايما انتوا كنتوا يعني بتحبوا الشريك زيادة عن اللزوم، او بمعنى صح كنتوا بتيجوا على نفسكم من اجل الشريك وما تمرش فيه الفترة دي. كمان انتوا هنا عمالين تشتغلوا وتكافحوا في حاجات كتيرة جدا في حياتكم، انتوا دايما صابرين حتى لو على ظلم، حتى لو على اذى، صابرين كل حاجة، صابرين عليها. انتوا ناويين تطلعوا السلم، وبالفعل انتوا طلعتوا نصه، فيعني فاضل لكم حاجات بسيطة، انتوا عايزين تطلعوا بسرعة علشان خاطر تحققوا الحاجة اللي انتوا عايزين تحققوها بسرعة، فانتوا دايما بتستحلوا بالصبر، وعندكم حد هيدعمكم وهيقف معاكم في اكتر من حاجة، بس خليكم دايما يعني خليكم دايما كده مختلفين عن الاخرين، خليكم دايما كده مميزين عن الاخرين، خليكم دايما كده عارفين تتعاملوا اكتر من الاخرين بسبب اللي انتوا فيه. عندكم تحويل جذري لبعض الامور، عندكم تحويل جذري لحاجات عندكم يعني هتوصلوا لها بشكل مختلف. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم نور من بعد الظلمه اللي عندكم. كمان البعض منكم هيدخلوا الفتره اللي جايه دي في حاجه جديده خالص، هيهتموا بصحتهم جدا علشان حاسين ان صحتهم في النازل اليومين دول،
حاسين ان صحتهم تعبانه، فانتوا بتسعوا من اجل ان انتوا تاخدوا علاجكم في وقته، بتسعوا بان انتوا تهتموا بصحتكم اكتر الفتره دي، عندكم طاقه تخص كذا حاجه بتتفتح قدامكم. كمان انتوا ممكن تكون في عمليه ليكم او لحد كل شويه تاجلوها، حان الوقت ان انتوا تعملوها، حان الوقت ان انتوا تشوفوا ايه اللي عندكم. عندكم تحديد موعد لقاء مع حد، تحديد موعد في خصوص حاجة الله أعلم. وأقدر أقول كمان إن الفترة اللي جاية هيكون في علاج حلو جدا عندكم لحاجة أنتوا كنتوا مستنيينها بقالكم مدة كبيرة. الصحة لما كانت تعبانة في يوم من الأيام كانت دايما صداع مستمر، كان دايما وجع في أسفل الظهر، وطبعا أنتوا ما كنتوش عارفين، يعني كشفتوا ما لاقينش علاج، مش عارفين إيه اللي بيحصل عندكم، في كانت طاقة مؤثرة عليكم. فالفترة اللي جاية دي هتكون طاقتكم عالية، فانتوا لازم تحسنوا من اي حاجة في حياتكم. ليه؟ عشان الهموم اللي انتوا شايلينها الفترة دي. كمان انتوا في ناس هنا اكتر من حد عزمتوهم، اكتر من حد دخلتوهم بيتكم، عرفتوا قد ايه ان هم مش كويسين، عرفتوا قد ايه ان هم ناس خبيثة فعلا، ومش يعني زي ما انتوا كنتوا فاكرين، وبالفعل طلعتوهم من حياتكم وطردتوهم بره طردة مختلفة. ليه؟ علشان لقيتوا منهم ظلم ولقيتوا منهم خذلان. دايما اقول بلاش قلب طيب مع تعامل الاخرين علشان بيطمعوهم فيكم. في حد انتوا دايما كنتوا بتقفوا معاه وبتساعدوه وما لقيتوش غير ان هو بيديكم ظهركم في كل الاوقات في كل الحالات. كمان انتوا دايما زي ما قلت لكم بتدفعوا ثمن غلطة انتوا غلطتوها، فلازم تحاولوا الفترة اللي جاية دي يكون في تحسين على جميع الاسعد لحياتكم. انتوا اذكياء جدا في التعامل مع الاخرين، ذكياء جدا انتوا تعرفوا ايه الدنيا ماشية ازاي. بس خلي بالكم في ناس في بتحب لكم الخير، في ناس بتحب لكم الشر، بس اللي بيحبوا لكم الشر هم اهل عيلة الاب. دايما عيلة الأب عندكم مرات عم وبنتها مش حابه لكم الخير، عم بيغيب منكم عايزكم تعملوا حاجة انتوا مش عايزين تعملوها، في أمور عندكم معاكسة. فالفترة اللي جاية دي في مال هيجي لكم حلو جدا، وفي حد هيسدد لكم احتياجاتكم الفترة اللي جاية، وهيكون في شراء لأكتر من حاجة، وفي حد هيدعمكم الفترة اللي جاية دعم، يعني دعم حلو، طاقة إيجابية، فرج. كمان انتوا هنا هتكونوا مميزين، مميز، تمييز حلو ليكم. يعني دايما انتوا بتكونوا قاعدين في اي مكان بيكون ما شاء الله عليكم عندكم تمييز حلو، طاقة إيجابية، فرج. بس في حاجة مسيطرة عليكم، في حاجة مسيطرة عليكم في اكتر من حاجة. يا ريت تخلوا بالكم الفترة اللي جاية من الحسد ومن الكلام ومن العراقيل. انتوا الفترة دي مفيش اي حاجة جديدة او حينعم بتحصل عندكم، في طاقة ملل عندكم، في طاقة حزن، في طاقة انتظار رهيبة. يعني انتوا الفترة دي ممكن تكونوا منتظرين اكتر من حاجة، مستنيين اكتر من حاجة، في حاجات كتيرة جدا انتوا مستنيينها. بس الطاقة بتاعتكم الفترة دي هتكون حلوة وهيكون فيها امور تجديد، فانتوا ما تقلقوش خالص. يعني رغم ما انتوا تعبانين على قد ما انتوا شايلين هموم الدنيا، بس في طاقة ايجابية، في حد بيديكم طاقة انتوا، يعني الطاقة بتاعته حلوة بيديها لكم كده بشكل كبير بشكل ايجابي ما شاء الله عليكم. تفكيركم دايما حلو، تفكيركم دايما بتربطوا بيه الاحداث اللي انتوا محتاجينها، في حاجات كتيرة جدا انتوا هتخرجوها بره حياتكم وهتبصوا لحياتكم بشكل مختلف. البعض منكم هنا ممكن يكون بيمر باكتر من ازمة بس بيعافر وبيجاهد ومفيش حاجة ان هو يرجع لورا، بالعكس ده انتوا مستنيين نجاح بقدر المستطاع، والنجاح اللي عندكم ده نجاح خوارقي ليكم. في مناسبة حلوة جدا هتحضروها الفترة دي، هتكون هيعزموكم، يعني اي نعم انت ممكن المناسبة دي هتسافر فيها او هتركب عربية وهتمشي فيها طريق طويل، ممكن يكون نص ساعة ساعة الطريق ده، بس هتكون قاعدة حلوة، لمة حلوة، طاقة ايجابية ليكم، وهتكونوا مبسوطين جدا. وكمان ممكن تتعرفوا على صحاب جديدة. كمان انتوا هنا عندكم حد عرفتوه، يعني
يعني ممكن تكون حد انتوا عرفتوه من مدة عمل معاكم حاجة فزعلتوا فواجهتوه ان اللي عمله غلط، او حصلت عندكم مواجهة وانتوا واجهتوا الاشخاص دول وقلت لهم برضو اللي انتوا عملتوه ده غلط، اللي انتوا ما ينفعش ان انتوا كنتوا تعملوا كده. في سفر عندكم مفتوح، في طاقة ايجابية حلوة عندكم، في زيارة لحد، ممكن انتوا يعني ممكن انت تسافري لجوزك، جوزك يرجع لكم، الله اعلم. البعض منكم هنا في غربة، في غربة بشكل كبير جدا، يعني انتوا ممكن تكونوا تعبانين مهمومين شايلين اكتر من هم. كمان الفترة دي في ارتباط عندكم، الارتباط ده قوي جدا، في طاقة ايجابية، او ممكن يكون الارتباط ده يكون سريع، يعني هتتعرفوا على حد كده هيبقى فيه لفت انتباه اعجاب سريع وهيبقى فيه طاقة تانية. فانتوا قلقانين هنا؟ لا ما تقلقوش خالص من ناحية اي حاجة، الحاجة اللي انتوا قلقانين منها يعني ممكن ما يجيش احسن منها، فياريت تهدوا اعصابكم شوية. القلب عندكم هيكون مفتوح، والقلب ده هيدل ان انتوا عندكم انفراجات تخص الحب، تخص العاطفة، في اكتر من تحسن الفترة اللي جاية. بسم الله ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن، هيكون عندكم حسن حظ كمان، وهتلعب معاكم الاضواء الفترة اللي جاية، وهتكونوا في قمة الازدهار. في نفس الوقت كمان هيكون عندكم طاقة ايجابية، في حاجة مؤجلة ليكم، الحاجة اللي مؤجلة عليكم دي انتوا خلاص هتقرروا ان انتوا تاخدوا خطوة فيها ايجابية، هتقرروا ان انتوا تعملوا فيها حاجة جديدة. انتوا مفتوح لكم الطريق ان انتوا تكسروا الحاجز اللي بينكم وما بين حد، تكسروا الطريق اللي لازم فيكم في الخيانة في الغدر، يعني انتوا اتفتحت ليكم فرصة حلوة، اتفتحت ليكم طريق حلو، فياريت ان انتوا تعيدوا النظر في اكتر من حاجة فيها طاقة ايجابية. شوفوا الحاجة اللي مأثرة عليكم وما تتعاملوش بيها، ابعدوا عن اي حاجة ملخبطاكم، اي حاجة تعباكم نفسيا. ليه؟ علشان انتوا عندكم قرارات حاسمة الفترة اللي جاية، وعندكم تغيرات ايجابية. كمان انتوا هنا ماشيين ورا احلامكم واشاراتكم، لا يعني انتوا حاولوا ان انتوا تبصوا في الحقيقة، ما تمشوش ورا الخيال، علشان الخيال عندكم مربط لكم احداث بشكل كبير، في اكتر من حلم بيتردد معاكم، والحلم اللي بيتردد معاكم ده انتوا تعبكم جدا، في تفكير رهيب عندكم ملازمكم في اكتر من حاجة. انتوا بتحبوا تفسير الاحلام جدا، ممكن يكون عندكم كتاب لتفسير الاحلام، او انتوا عندكم خبرة اتعلمتيها من تفسير الاحلام، عندكم حاجة بتفسروا بيها الاحلام الله اعلم. فانتوا عندكم طاقة ايجابية الفترة اللي جاية، بس ما تمشوش ورا الاحلام، انتوا عندكم اشارات روحانية هتظهر قدامكم، انتوا عندكم ربط احداث شديد جدا، يعني في حاجة بتربطوا بيها الاحداث بتاعتكم بتديكم طاقة ايجابية وتديكم امور كده مختلفة، فياريت تركزوا على الحاجة بتاعتكم اللي ناقصاكم وتشتغلوا عليها، وتبعدوا عن اي ضغوط نفسية مؤثرة عليكم. في واحدة ست انتوا ماشيين وراها، والست دي فعلا خبيثة ومش عايزة لكم النجاح، مش عايزاكم تكونوا مزدهرين في حياتكم، مش عايزاكم تكونوا يعني كده تكونوا صح، عايزه فعلا يعني تلعب بيكم. كمان انتوا هنا ده في حاجه مميزاكم، يعني ممكن تكون علامه فيكم مميزه، انتوا عندكم ثقه في نفسكم الفتره دي، هتوصلوا للهدف بتاعكم وهتوصلوا للحلم اللي انتوا عايزينها. دايما اقول ان انتوا ما تثقوش في حد زياده عن اللزوم، علشان ثقتكم الزياده عن اللزوم في ناس ده بيسبب لكم وجع، بتسبب لكم خذلان، بتسبب لكم اكتر من حاجة في حياتكم فيها طاقة سلبية. لا اسعوا من اجل ان انتوا تنجحوا، ما تسعوش ان انتوا تساعدوا حد في اكتر من حاجة، لا انتوا عندكم اكتر من طريق، وزي ما قلت لكم الطريق المفتوح قدامكم ده هيكون خير. كمان اقدر اقول ان انتوا الفترة دي هتتغلبوا على الصعب اللي موجود في حياتكم، هتتغلبوا عن اي مشكلة مأزماكم او اي مشكلة عاملة لكم طاقة، من بعد الصبر اللي عندكم جبر، من بعد الصبر اللي عندكم طاقة ايجابية، طاقة عامة، فرق حلو، تغيرات على جميع الاسعد بتاعتكم. انتوا زي ما قلت لكم صابرين، صبرتوا كتير،
او استنيته كتير، استنيته اكتر من حاجة، فالفترة اللي جاية دي هي فترتكم انتم. ابعدوا عن اي حاجة تزعجكم، وتحياتي ليكم، واتمنى لكم الخير والسعادة والهنا.